يقول فضيلة الشيخ: أعطيت أحد الإخوان مبلغ معين لمدة معينة وحلفت بأنني سأعطي في هذه المدة، ومرت المدة وما أعطيته شيء، فهل علي ذنب؟ إذا كنت ناسيا هذا وعد، هذا يعتبر من الوعد، ولكن حلفت عليه، إذا حلفت يلزمك الوفاء بهذا الوعد. إذا كنت ناسيا ومضت المدة ونسيت فلا حرج عليك، أما إذا كنت متعمدا ومضت المدة المحددة فأنت آثم في ذلك. نعم. يقول: ما المقصود بلقطة الحرم وما حكمها؟ وأيضا مع الإثم يجب عليك الكفارة، إذا حلفت أنك تعطيه في هذه المدة ولم تعطيه متعمدا فعليك الكفارة مع التوبة. نعم.